بالرغم إلى موجز أخبار الآن، أقدم مقاتلون من تنظيم داعش صباح اليوم على ذبح 14 جنديا من قوات الجيش الليبي جنوب غرب البلاد وفق ما ذكرت مصادر أمنية في الجيش. وأكد مصدر عسكري لوسائل إعلام أن الحادثة وقعت في إحدى البوابات التابعة للجيش في الطريق الرابط بين مدينتي سبها والجفرة. قتل 30 عنصرا من تنظيم داعش اليوم في وقت أعلنت فيه القوات العراقية استعادة سيطرتها على حي الكفاح الجنوبي ضمن معركتها ضد التنظيم في قضاء تلعفر شمال العراق. وأعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير قضاء تلعفر تحرير قوة مكافحة الإرهاب حي الكفاح الجنوبي من احتلال التنظيم وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. قال مصدر محلي في المقاومة الشعبية الموالية لحكومة رئيس اليمني عبد رب منصور هادي إن نحو 20 من مسلحي الحوثي قتلوا اليوم في غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية أرحب شمال صنعاء. ولفت المصدر إلى أن نقطة التفتيش التي تم استهدافها تقع قرب معسكر الصمع أحد معسكرات الجيش اليمني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم الأربعاء إن وفودا من إيران والسعودية ستتبادل الزيارات الدبلوماسية قريبا وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وأضاف أن الزيارات قد تحدث بعد انتهاء موسم الحج في الأسبوع الأول من سبتمبر أيلول، وستكون هذه أول علامة على تحسن العلاقات بين البلدين منذ أن قطعا العلاقات الدبلوماسية العام الماضي. قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن بلادها ترى مؤشرات تهدئة في الأزمة بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي، وإن بقي الوضع معقدا وحساسا على حد تعبيرها، محذرة في المقابل بأن العقوبات الأمريكية الجديدة على شركات وأفراد في الصين لاتهامهم بالتعامل مع بيونغ يانغ لا تساعد في التوصل إلى حل. أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن النجم المخضرم وين روني الهدف التاريخي للمنتخب اعتزل اللعب دوليا. وأعلن روني البالغ من العمر 31 عاما الذي رحل عن مانشستر يونايتد عائدا إلى إيفرتون هذا الصيف قرار اعتزال اللعب الدولي عبر بيان أصدره اليوم لينهي مشواره مع المنتخب بعد مشاركته في 119 مباراة سجل خلالها 53 هدفا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.